أيام المهرجان، مهرجان سيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، ستنطلق مشاهدينا الأعزاء بعد لحظات انطلاقة شوط الجداع الأبكار الرئيسي لأصحاب السمو والشيوخ، وهنالك خنجر تخليدا لذكرى المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز طيب الله ثراه. بالإضافة إلى الخنجر، سيارة رصدت لصاحب المركز الأول بهذا الشوط، وها هي الأعداد المشاركة ضمن هذه الفعاليات بانطلاقة أول الأشواط وأول التحديات. فنتمنى لجميع المذمرين الحاضرين بالمشاركة في رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. ها هي الاستعدادات مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، وبالمشاركة 13 شعارا مشاركا من أجل الخنجر والرمز الغالي وتتويج الفائزين في مساء هذا اليوم بمشاركة ود ومودة ووبرة سباير رتاج أسرار الجابرية سياسة تستاهل مثايل الخوارة والكايدة وشواهين في هذا التحدي وفي هذا المساء. وبشوط الخنجر مشاهدينا متابعينا الكرام، وها هي الأعداد التي تشارك في تحديات رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. هذه مشاهدينا متابعينا الكرام بلحظات وإعلان الانطلاقة في هذه الانطلاقة للشوط الأول، مشاهدينا متابعينا الكرام على أتم استعداد بانطلاقة هذا الشوط وهذا الرمز الغالي. إذن مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، بسم الله وعلى بركة الله تعالى انطلق هذا الشوط، انطلق بآمال وطموحات المضمرين الحاضرين في ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته. ينطلق شوط الجداع الأبكار الرئيسي لأصحاب السمو والشيوخ من مسافة 6 كيلومترات، وعلى الخنجر المقدمة لصاحب المركز الأول من اللجنة المنظمة العليا لهذا السباق. هذه الأعداد وهذه المشاركة والانطلاق الموفق لهذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو والشيوخ المشاركين في رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. مقدمة الشوط المركز الأول مودة لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير، بينما نرى ود لهجن الشحانية أيضا جابر بن سالم بن فاران المري يتابع هذه الانطلاقة بانطلاقة ود وانطلاقة مودة. المركز الثالث تصل في هذه اللحظات شواهين لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يتابعها في عملية التضمير، وبهذا الانطلاق المباشر المركز الرابع هناك من تصلنا في هذه اللحظات الخوارة لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. المركز الخامس هناك سياسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير الكتبي يتابع أيضا انطلاقة سياسة مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء للخمس المراكز الأولى، ونداؤنا الأول للمتواجدين والحاضرين من أجل الرمز الغالي بمهرجان سيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه. نعود وياكم إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى مودة، مودة لهجن الشحانية مع المركز الأول وجابر بن سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير. بهذا الانطلاق المباشر لانطلاقة هجن الشحانية الحاضرة في مقدمة الشوط، مع انطلاقة أيضا مودة وود في موقع متميز، لكن من غير على ثاني المراكز الله يا شواهين لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يتابع انطلاقة واندفاع شواهين في موقع المركز الثاني. المركز الثالث
وصلت وده لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري. يتابع أيضا انطلاقة وده في ثالث المراكز. المركز الرابع وصلت سياسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعيد بن راشد بن غدير. الاكتبي ينطلق أيضا بهذه الاندفاعة مع سياسة مع المركز الثالث. المركز الخامس هناك تواجد شعار هجن الرياسة الحاضر مع انطلاقة الخوارة وعلي بن جميل الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. إذا أعود إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول متابعي قناة الأولى بلاس في هذا الحدث وقناة دبي ريسينج وقناة ياس الفضائية وقناة الدوري والكاس والقنوات الناقلة وأيضا قناة الأخدود أيضا من تتابع هذا المهرجان. شكرا لجميع القنوات الناقلة لمهرجان سيدي أمير البلاد هذا الكرنفال وهذه الفرحة التي جمعتنا في رياضة الهجن العربية الأصيلة. دولة الكويت ترحب بشعارات أصحاب السمو والشيوخ الحاضرين بهذا التواجد المتميز والمنافسة المشرفة برياضة الهجن العربية الأصيلة رياضة الآباء والأجداد. أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع التغيرات الجارية على المراكز الأولى. هناك شواهين غيرت مع المقدمة لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يتابعها في عملية التضمير والمتابعة في هذا النقل المباشر. بينما نرى المركز الثاني وصلت مودة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير. سياسة تأتي ثالثا أيضا تتنافس بهذا المثلث القوي الثلاثية على المراكز الأولى. سياسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعيد بن راشد بن غدير الاكتبي يتابعها في عملية التضمير في هذه الانطلاقة وبهذه المنافسة. المركز الرابع وصلت ود لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير. المركز الخامس هناك أيضا الخوارة لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. أعود وياكم إلى مقدمة الشوط إلى المعركة هنا إلى المنافسة على الرمز رمز الخنجر لصاحب المركز الأول بهذا التحدي وبهذا الانطلاق وبهذه المنافسة القوية. أعود مع شواهين لازالت مسيطرة على المركز الأول لكن من غيرت سياسة وسياسة مع المحنك سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي ولكن سياسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم هي المنطلقة الآن لزمان امام الامور. اندفعت بالصدارة عينها على الرمز لكن المركز الثاني هناك شواهين لعلي بن جميل لهجن الرياسة وعلي بن جميل الوهيبي يتابع ايضا شواهين. الله يا الظافر يصل في هذه الاندفاعة مع انطلاقة شواهين لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي المتابع لهذا الشعار الظافر يصل. لكن المركز الثالث وصلت ود لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري يا سلام. الله 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 هناك الانطلاق مع الثلاثية على المقدمة ما بين الرياسة وما بين الشحانية وما بين شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. إذا أعود إلى مقدمة الشوط مع هذا الرمز الغالي ومذيق الاتحاد أول العابرات في هذا التحدي 1200 متر عن خط النهاية نهاية الشوط ولا زالت مسيطرة شواهين على المركز الأول لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يتابعها في عملية التضمير. الكيل
الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. الله الله الله، هذه شواهين وهناك ود في هذه المنافسة القوية. هناك شواهين لهجن الرياسة وود لهجن الشحانية. انطلقت ود في هذا الرمز الغالي، في هذا الخنجر المقدم لصاحب المركز الأول بتتويج الفائزين المضمرين الحاضرين بمتابعة شعارات أصحاب السمو والشيوخ. هذه ود وتحمل الرقم واحد، تحمل الرقم واحد. الله الله الله، جابر بن سالم بن فاران المري يتابع انطلاقة ود مع هذا الموقع. لكن الظافر 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 علي بن جميل الوهيبي متابعا لشعار هجن الرياسة، الحاضر دائما في هذه الأشواط الرئيسية. لكن هناك ود، ود وشواهين، ود وشواهين. اللحظات الأخيرة، الرمز حاير، الرمز حاير. الله الله الله، انطلقت شواهين، انطلقت شواهين في هذا الرمز الغالي لهجن الرياسة. علي بن جميل الوهيبي تهانينا لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على فوز شواهين وحصولها على الرمز. تهانينا والف مبروك مضمرها علي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني ود لهجن الشحانية، والمركز الثالث سياسة اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع، المركز الرابع شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع تستاهل. المركز الخامس لهجن الرياسة. إذا تهانينا لهجن الرياسة على فوز شواهين في المركز الأول وحصولها على الرمز الأول. إذا في هذه اللحظات أحيل الميكروفون لزميلي والأب الروحي سالم بن سعيد بن حضيرم، سيوافيكم معلقا على الشوط الثاني والرمز أيضا الثاني. له الكلمة بإذن الله تعالى، ولكم طيب الاستماع.